أول شيء بدنا نشكر ربنا على كل شيء بيعمله معنا. اليوم هو اللي بيجمعنا لو من يسوع وربنا، نحن مش ما بنوجد مع بعضنا بهالإطار. الشكر الثاني لأبونا خلي حبيب قلبنا، أنا موعود بلقاء من زمان عنده عيان بفلو بس ما زبطت، زبطت ببوسطن يا سيدنا. وبنشكركم على حضوركم، على على مجيئكم، تفتحوا لي مجال نحكي سوا، نتشارك سوا بشغلة مشتركة بتعنينا كلنا، ما هيك اللي هي كنيستنا وقدستنا ومسيرنا بهالعالم. رح اقسم حديثي لقسمين، قسم انا خبرتي شوي بحكيها شوي بسرعة، نحكي بعدين عن العائلة واهداف العائلة وشو متوقعين شو مستنظرين بالعالم، اذا كنا باحداث او اذا كنا برسالة. ورح نحكي اشياء من مال مفرحة ومن مال بتحطنا قدام مسؤوليات. السؤال يلي بينطرح بالأول هو عن معنى مسيحيتنا. بتعرفوا نحن مسيحيين، نخلق مسيحيين ونتعمد ونصير عايشين بمسيحيتنا هيك for granted، يعني انه نحن مسيحيين ما كتير ايام منوقف تنفكر شو بالعمق معنى مسيحيتنا، ما هيك مش انه نتعمق فيها، لانه الحياة بتخدنا. بتعرفوا بالمدرسة نتعلم شوي، على أول إربانة بيعلمونا شوي أكتر، ونكبر شوي بناخدنا شوية كاتيكيزم بالمدارس، بس نخلص المدرسة وروح على الجامعة وبتطالع ما منعود نعرف لا تعليم مسيحي ولا شيء إلا شوي بالكنائس بفضل جهود الكهنة. بس بصراحة منقول من بعد شوي ما بتعود مسيحيتنا مسيحية هيك مركزة، بنصير شوي ميعين بقداسنا أو بصلواتنا أو بمسلكنا. مشان هيك إذا بدكم اليوم الحديث مش إنه تنخبر قصة، الحديث مشان نتناقش بواقع مسيحي بده نهضة، ما هيك ما حدا منا راضي كتير عن الواقع المسيحي تبعنا، وراضيين بس على القديسين تبعنا اللي عم بيجرونا، بس بنحس دايما بتقصير نحن على الأقل يمكن مني. تنطرح هذا السؤال الحقيقي بالأول وببلش منه، هو السؤال الأساسي شو معنى حياتنا؟ نحن شو لشو عايشين؟ شو بنعمل؟ الله خلقنا عنده مشروع براسه، مايك ماربولوس بيقول برسالته لأهل أفسوس اختارنا قبل إنشاء العالم لنكون قديسين بلا عيب بالمحبة. نحن الله خلقنا on purpose، الله عنده هدف من وراء خلقنا. نحن بحياتنا أكيد الحياة بتسرع فينا كتير، بناكل وبنشرب وبننام وبنطلع مصاري ونهتم بعيالنا وبدنا نأمن تدفعوا انتو التاكسز والمورتجيج ومدري شو هودي اللي احنا معنا يهم لبنان وما لازم، بس بعرف قديش بتركضوا، وهالركض اللي بنركضه بيوصل وقت تقطع حياتنا ما بنعرف شو عملنا، يعني اذا هذا اللي لازم نعمله ولا لازم نعمل شيء تاني، وما حدا بيعرف اي ساعة بتجي اللحظة يلي بده يوقف فيها قدام ربنا. طيب نحن حاضرين لهيدي اللحظة؟ اذا هلأ طلب وديعته ربنا انا قادر اوقف قدامه، شو راح يقول لي؟ ادخل فرح سيدك ولا اذهب عني يا ملعون؟ حياتي كيف كانت؟ يمكن مش كتير تكون واعيين ايام شو عم بيصير معنا. مشان هيك السؤال الاساسي عن الله والحياة ما بنطرحه الا بوقت الصعوبات، طالما حياتنا نحن شغالة وماشي منيح ما كتير بنشغل راسنا. بس صير معنا شي حدث مهم، مرض، موت لا سمح الله، منوقف ومنفكر، بس تقطع بنرجع نكفي حياتنا عادي، مثل كأنه في شيء لغز كبير بحياتنا مش عارفين نلقطه. أنا هذا السؤال كان زعجني من أنا وصغير، كنت دايما أفكر إنه شو معنى حياتنا؟ لشو عايشين؟ بتعرفوا بناكل بنشرب بننام بنخلف بنلبس بنشتغل بنفرح بنحزن بنحلم بنحبط بننتصر بننجح بنفشل، كله آخر شيء بصندوق خشب ومصير تراب. إنه هاي حياتنا لشو عم تعذب؟ لشو عم نتعب؟ شو الهدف تبعه؟ وكان المشكلة كبيرة بالتفكير بحياتنا وقت نجي من على القداس من قديس، في شو عم بصير بالقداس؟ ليش مش على القداس؟ أنا بس أتناول هاي الخبزة، هاي شو قصتها؟ مزبوطة ولا مش مزبوطة؟ نحن منآمن إنه يسوع بالإربانة؟ إذا إيه لازم نروح زحف ولازم نجي كل يوم ناكل إربانة، بس في شي مشنقل شي مطرح، ما هيك؟
أنا كنت دائما أفكر بالإرباني ما أنا وصغير، ليش؟ لأنه كان جدي خوري، جدي خوري وعيش معنا بالبيت، بلوتو نحن عايشين معه بالبيت. وجدي الخوري أثر فيه كتير لأنه ما بعرف شو بيعمل، شو بيشتغل الخوري. بي كان حلق، بفوتوا الناس عندهم شكل شيء بيطلعوا بشعر تاني. وعيان بي كان يقصوا الشعر بالطاسة، يحط الطاسة ويقصوا يطلع كلهم مثل بعضهم. ما كان فيه مثل هلأ ديزاينز. عمي كان نجار يفوت شجر خشب ويطلعون كراسي وطاولات وشبابيك، انه واضح. جدي خوري، روح معه على القداس ما افهم شو عم بيعمل. فكروا انه هذا الوركشوب تبعه هون عم بيشتغل، وجدي بيشتغل خوري. وبصراحه كنت اضحك على العالم يلي عم يتناوله. كنت انا اخبز له البرشينات لجدي بالبيت. هلا بيشترون خالصين، بس على ايامنا كنا نخبزهم بالبيت انا وسته. نقصقصهم ونسخنهم ونحضر له اياهم سخنين طيبين، كنت اكل نصهم. وبس اجي على الديس شوف هالناس بيقعدوا ساعة، بيوقفوا وبيقعدوا وبيبخر جدي وضل مراقب، واخر شي بيوقفوا بالصف كل واحد بياخد وحدة، وانا اخبز 500-600 وحدة، اكل منهم 200-300 واتركوا الباقيين لجدي. وصير استغرب انه شو عم بيعملوا العالم، انه هالقد عقلهم صغير بيجي من اخر الدنيا وبيقعد ساعة بالكنيسة تياخد خبزة، هلا بخبز له 500 وبعطيه. وما كنت افهم عمليا عن جد شو عم بيصير. وجدي كان زلمة كتير سيريس، كان يحكي بالسنة كلمتين ثلاثة، ما كتير يحكي. وحسوا جدي يعني اللي عم بيعمله مش مزح، يعني عم بيعمل شيء كبير وأنا مش عم بفهم. لبيوم عاد منقيت على جدي كتير، كان عمري شيء 5-6 سنين، إنه أنت شو بتشتغل يا جدي؟ شو بتشتغل يا جدي؟ لا تقول له شو بتشتغل؟ لا قال لي يا خي أنا بشتغل خوري. خوري قال بيعيط لالله من السماء، بينزل من السماء بيقعد بالخبزة وبيأكلوا الناس، هيك بيفوت الله على قلبهم، ولأنه الله محبة بصيروا إن عالم يحبوا بعض. وقال لي بس تكبر بتصير تفهم. خلص انا صرت مستعجل اكبر تفهم انه شو هالقصة هاي، انه الله بينزل من السماء لان بعيط له جدي وبيقعد بالخبزة ونحن بناكله. انه هلا صدقته لجدي، كنت اوثق فيه كتير. اللي بيقول لي اياه بقول له اوكي مزبوط، بس ما فهمت كيف هاي. وصرت من هذيك اللحظة بتذكر كل حياتي عم بركز على هالموضوع، بدي افهم شو قصته الله، شو قصة يسوع والإربانة والقداس. وصرت كل ما أكبر كل ما تتغير الأسئلة براسي. وصلت لوقت فكر في الله ولا ما في الله. بذات الوقت كنت عندي حشرية علمية، كنت عم بقول مبارح بواشنطن، كان عندي آي كيو عالي، الآي كيو تبعي كان شي 180، هلأ قشط كتير على بعد 50 بصير واحد يخف ذكاء. بقى كنت أقرأ كتير، ما خلي كتاب ما أقرأ فيه، وكان كل الكتب اللي عم بقراهم وركز فيهم تأفهم شو سر هالكون، شو سر الخلق. كنت اجي عشية نايم على ظهري بتفرج على نجوم، بصير فكر بهالنجوم، ليش في نجوم؟ كنت بخلي حدا غير ما اسأل واسئلة عجيبة غريبة. كنت اسأل يمكن شي 500 سؤال بالنهار، وكلها اسئلة من عيار التقيل، يعني حتى اساتذتي معلماتي اجي عند واحد قلو خي ليش في نجوم؟ بيسكت هيك، ايه ليه في نجوم؟ ليش الله خلق نجوم؟ شو بده الله منا؟ اسئلة عويصة. بارحت أكتر على العلم، كنت كثير شاطر بالمدرسة، خلص درسي بسرعة وصير أقرأ كتب. سنة 75 صار في بلشت الحرب بلبنان، كنت أنا بجديدة، بوجنا في مخيم تل الزعتر تبع فلسطينيين، الحرب اجت قاعدة عنا بالبيت يعني، وصرت حارب مع الشباب. الحرب مأزية كثير، فيها وجع، في ناس عم بتموت، كون شباب عم سهرانين سوا عشية. تعرفوا كنت أنا دق جيتار ونعمل فودوكان ونتسلى ونتشارك بإخبارنا، هيدا عنده فحص، هيدا تخانق مع صاحبته، هيدا رايح يأكل مجدرة عند أمه، وكل واحد شيء شوية تصير معركة، الناس تموت، شباب كل يوم يموت شباب كتير، ورفقاتنا يبقوا. نمشي وراهم تاني يوم حاطينه بصناديق بيض، هيدا عم بيقوص وهيدا عم بيبكي وهيدا عم بيصرخ، أماتهم عم تغيب عن الوعي، نسوانهم مدري شو عم بيصير فيهم، هيك في جو حزن وغضب. وانا كل وقت افكر هذا بالصندوق هلا وين راح؟ امبارح كان حدا بينبض بالحياه وعنده احلام ومشاريع وقصص، وتعرفوا الانسان خزان كبير، شوي صار ماشي مثل خشبه بالصندوق خشب، واخر شيء راح يصير تراب. ستفكر اكثر شو معنى الحياه؟ لشو عم نحط كل هالانفستمنت بشيء راح يصير تراب؟ مثل ما بقول كوريدارس، كوريدارس بقول بتقضوا حياتكم كلها عم تهتموا بجدتي راح تكلها التراب. بيحكي عن جدتنا اللي بنضل نهتم فيها واخر شيء رح ياكلها التراب. بس تفكر اكثر، خي شو في الحياه بس تخلص هون؟ خلص هيدا الصندوق تراب، كل شيء عملناه راح،
بحس واحد بحزن بيحبط. كل انجازاتك قد ما عملت انجازات شو عملت؟ عمرت سنترات ومستشفيات وعملت نايب ووزير ورئيس واخر شيء تراب. شغلي عن جد بتحبط اذا ما في شيء من بعد هالتابوت كارثة. وانا لانه مخي علمي كتير بدي شيء ملموس انه ما في شيء تاني مايل بيدل انه في شيء. مثل ما كان كل الناس بيقولوا ما حدا راح ورجع تخبرنا شو فيه ما هيك. بس بيت اكبر حارب وتعلم وبذات الوقت انا على اول اربانتي بتجي على الرابطة بتهديني كتاب الانجيل اسمه لا بلوبيل استوار دو موند يعني اجمل قصة بالعالم. كان انجيل بالفرنساوي مصور للولد الصغار صرت اقراه وقريته صرت فكر بيسوع كل يوم كل يوم اقراه كله من الجلدة للجلدة وكان شي 60 صفحة مش كبير للصغار. حس انه يسوع زلمة غير شكل ما فيش حدا مثله يعني. وكل الكتب اللي قريناهم قرينا كتب عن قادة وملوك وفلاسفة والبدكونية يسوع مغير عنهم كلهم صرت اتعلق فيه أكثر. بعدين كبرت على الكتاب شلته وجبت كتاب الإنجيل المزبوط وصرت أقرأ ما بتذكر ولا ليلة ما رأيت من أول إربانتي لليوم مش قاري فيها بالإنجيل ولا ليلة. حتى بعز دين الحرب والمعارك كنت أقرأ إنجيلي كل يوم بس عم بقرأ عزوقي يعني عم بقرأ بشكل علمي مش بشكل إنه. وبذات الوقت مغروم بهذا الشخص اللي اسمه يسوع بس مش عم بفهم كيف يسوع ابن الله وبتجسد بخبزة. هيدا السر لغز. خلصت دراستي بالمدرسة كنت تلميذ بالحكمة قدمت على اليسوعية تعمل هندسة وانا براسي بدي اعمل هندسة نووية. انا وصغير مين ما يسألني شو بك تشتغل بس تكبر قل له مهندس نووي بس ما بعرف شو الهندسة النووية بس بقول هيك لأنه كنت كثير ذكي ولازم أعمل شيء مهم. بعرف الهندسة النووية شيء مهم وقت أنا أعمل هندسة نووية. بتعرفوا بلبنان منه بلد نووي يعني. وقت رحت على الجامعة ضحك علي العميد اللي خي نووي هون ما في. عمول شيء قريب عملت اختصاص قريب اسمه إلكترونيك دو بويسانس يعني إلكترونيات الطاقة هيك شيء بالعربي ما بعرف اسمه. خلصت اختصاصي بالجامعة وآخر سنة بتجي شركة بريطانية بدها مهندسين قدمنا فحوصات نجحت أخذوني على بريطانيا وطلع لي منحة وأخذت منحة لأتخصص بالهندسة النووية. تخصصت بالهندسة النووية بريطانيا وجيت راسي هالقد في معلومات قد ما بدكم بعرف الكون كيف بيشتغل وكيف تركب وكيف خلق والنجوم كيف بتضوي والمجرات كيف موجودة والحياة كيف تشتغل والدماغ كيف بيشتغل والخلايا كيف تشتغل بدكم يعني. بس بعد هذا السر إنه شو معنى الحياة ما فهمنا شيء. بيتكفي حياتي عادي اعمل لها ثلاث شغلات حارب بالنهار ايام بس يكون في حرب نحارب اقرا بالانجيل وفتش بالكتب العلميه رحت على العلم والحرب والصلاه بذات الوقت يعني كنت قلت الا ما احتضي الله بشي طريقه يا بالحرب بيخدني بروح بتعرف عليه دغري او بالعلم بفهم الله بالعلم او بالانجيل حدا بالانجيل اكتشف الله لازم لاقي مطرح من هالثلاث. وأنا كنت كتير بربري كنت راجي وغسان بيعرفوني ما كنت أحكي كتير يعني كنت أحكي كل مثل جدي يعني كنت بالسنة أحكي شي 2-3 ما أجدت العالم ما كنت كتير هيك سوشيبل دب يعني كانوا يعيطولي دب لأنه أحب أقعد هيك بالجرود لحالي وبالحراش لحالي ما أتفاعل كتير مع العالم. بقى كنت بس يكون عندي وقت عشية أخذ الإنجيل وروح أقعد بشي جرد أقرأ الإنجيل وصلي على رواق وفكر على رواق يعني كنت بنهار أعمل شغلة بعد الظهر روح أهتم بعائلتي كنت تجوزت صار عندي أولاد بس يناموا كلهم بالليل خلاص ماش عنده شيء أحمل حالي وأطلع. المطرح اللي علقت فيه مزبوط هو محبسة مار شربل بعناية كنت صلي قبل بست القلعة بشحتول أيام بدار بيحشوش بالمنطقة اللي حوالينا يعني لطلعت هون يوم على عناية صليت فوق كان في راهب صاحبي فتح لي المحبسة ويحط لي المفتاح تحت الحجر صرت صلي بالمحبس تعلقت هونيك خلاص في شيء لقطني. بيت شي 10 سنين يعني سنة 85 وقت جيت 84 وجيت من بريطانيا لسنة 94 اطلع تقريبا خلال الصيفية ايام اطلع كل يوم ايام اطلع مرة مرتين بالجمعة بس صرت حس مثل كانوا المحبس بيتي ضل اتردد لفوق واكيد ما حدا يعرف ويني الا مرتي لانه هيك كنت ما حس انه بنفهم غلط اذا ترون العالم عم صلي. بديك الايام ما كانت الصلاه شيء دارج
ما فيهم لأن أنا عم بطلع عني أصلي بحسوني بخشخش. كنت ضبه وبذات الوقت حس إنه ما فيش لزوم حدا يعرف. بابي تطلع على عناية بعناية صرت كنت مارشاربل بالنسبة لي كان لغز. تعرفوا مارشاربل مات سنة 1898 بقي على 67 سنة جسمانه يرشح عرق ودم. أنا عملت حساب هيك بسيط حساب علمي يعني كان يطلع من جسمه كل يوم 2-3 لتر من هالسائل على 67 سنة يعني طلع من جسمه 30 ألف لتر تقريبا مي. هيدا علميا شغلة ضد كل أسس العلم أنه جسم ميت ما بيأكل وما بيشرب ولا شيء طلع منه 30 ألف لتر يعني ستارن كبير سائل دم وعرق. وبذات الوقت مارشال بالقصته ضاجة وين ما كان كنت حس أنه هيدا زلمة هيئته راح لهديك المال ورجع أنه بيعرف شو فيه تاني مال. كنت أقضي الليل بالمحبس يصلي يقرأ الإنجيل وآخر أنا وفالي الكل يوم قل له بشرفك يا أبونا أنت عرفت شو السر مسكني طرف الخيط بس بدي أفهم شو فيه هوني وفل وبيت هيك كل الوقت. وكنت دايما قل له إذا أنا ضعت خود سراجك وروح فتش علي وجيبني لأنه أيام كنت أشرد. وكان عمليا هيك أيام غيب سحبة ضيع بهالدنيا يرجع يمسكني ويردني على عناية. بيت هيك لسنة 94 بتشرين تاني 94 طلعت على عناية مثل كل يوم. كنت أطلع أخذ معي الكيس في الإنجيل أربع خمس شمعات وكبريتي وأيام أخذ معي كتب الفيزيك نيوكليير وكل الأخبار. كنت أوصل لهونيك أول شيء استفيد الحجر مطرح ما أبونا مخيل يحط المفتاح إذا في المفتاح أفتح وفوت أقعد بأوضة مارشاربيل أو بالشابيل أقضي الليل صلي وإذا ما كان في المفتاح لأن كان من راهب غير وأيام كنت صلي برا قدام الباب. باب هديك الليلة طلعت شي الساعة 10 وصلت لفوق بصف حد الدير تحت على طول بتمشى على المحبسة ماشي. وصلت على المحبسة بركي شي 10 ونص بياخد شي نص ساعة ماشي لفوق وبعمل لهذا الطقوس تبعيتي مش طقوس عجيبة يعني بضوي الشمعات بنام على ظهري بتفرج شوي على النجوم بعدين بركع قدام الشمعات بفتح الانجيل بقرا مقطع منه بصير فكر فيه وبتامل وبصلي تا اتعب بس اتعب بضبط وبرجع على البيت. باب هذيك الليله عملت هيك طلعت 10 10 ونص كنت قدام الدير تمشيت على المحبسه اخذ معي الكيس وصلت قدام المحبسه بونا مخيل مش حاط المفتاح يعني ما كان هونيك قلت عظيم بنصلي برا حطيت الشمعات من بعد اكيد ما نمت على ظهري وتفرجت كانت السماء فيها شوية غيوم مبين جمتين ثلاثة ونص قمر وبس هيك ارتاح راسي قمت ركعت قدام الشمعات وبلشت اقرأ بالإنجيل. كان إنجيل متى 25 بيحكي عن الوزنات هيدا السيد اللي عطى عبيده خمس وزنات ووزنتين ووزنة طبعا الخمس اشتغل فيها قال له برافو عليك وطبعا الوزنتين اشتغل فيها قال له برافو عليك طبعا الوزنة طمى قال له فل من هون تروك حتى. أنا كنت قريت الانجيل وصرت افكر فيه انه انا كم وزني معي انا من تبع الخمسة ولا تبع اثنين وتبع الوحدة بركي انا ربنا اعطيني وزني وطممه مش عارف وترقى موتي بكرة بوصل قدامه بيقول لي اذهب عني يا ملعون ما بعرفك انه كارثة كون كل هالشغل اللي عملين راح دعان. بس طيب صلي وفكر واتأمل بالوزنات وشو هني الوزنات اللي ربنا اعطينا اياهم. انا عم بصلي كانت بتعرفوا عناية بتشارين دنيء يعني بتشرين تاني نوفمبر وبتطالع بتصير واحد بيقرطز بعز الساعة أنا راكع برا وعم بقرأ الإنجيل وعم صلي فيه وشوية دفي الجو حولي طلع هيك نسمة فاترة نفس النسمة دافية تفيت بسط إني تفيت بس نشغل مخي إنه خي دفى بعناية صلي 10 سنين بيجي لهون بالشتي بتلج ليش اليوم عم بدفى. أنا عم فكر وحلل صار الهواء يقوى بظرف 5 دقايق 10 دقايق صار في هواء هوا هوا قوي كتير يعني وسخن مثل النار هوا مثل الرياح الخمسينية بس تجي عنا بلبنان. صرت هيك شوي مصدوم وحلل كان بديك الايام صدام حسين مجتاح الكويت ومولع كل شيء في ابار بترول بركي خي جيتنا النسمة من هونيك شفت اتجاه الهوا كان جاي من تركيا مش من العراق قلت هيئته مش صدام. صرت فكر بالطبقة الاوزون وارتفاع حرارة الارض وصرت شغل مخي مهندس عم بحلل اخر التحليل وصل عليه انه خي انا محرور هيك حرارتي عاليه وحاسس بالسخن وتذكرت خي حكيم بالمن بعرف انه بس واحد تطلع حرارته بيبرد مش لازم يسخن. قلت اخر شيء يا زلمه صلي وخلص صلاتك ونزل حلل بالبيت وبهالوقت عم بكدني العرق وفطسان شلحت كنزتي وقميصتي وبيت مشوب انا عم كفي صلاتي اللي صدمني عم بتطلع بالشمعات قدامي
أول ما بلاش تصلي بتعرف تضو الشمعة برا بتصير الفلايم تبعيتها بتلاقلي طوطة وبتعلو. بس طلع الهواء القوي مفروض يطفي الشمعات. وقفوا الشمعات هيك وجمدوا خمس شمعات قدامي ضاويين مثل لمبات الكهرباء. صرت اطلع بالشمعات هيك وطلع حولي أنا الهواء عم بيطير كل شيء. كيف قدامي شجرة حور وراي كمان هلا صار في أرز هونيك أو الأرزات أنا زرعتهم. كل شيء عم بيهز الهواء عم بيطير الورق السنجينات عم بيهز والتراب عم بيطير والفلايمز تبع الشمعات واقفين. التقيتني مزبوط محرور حرارتي عالية وعم بهلوس. بس لأتأكد التخيهتها مد إيدي أنا وبمسك الشمعة بمسك الفلايم يعني بحط إيدي لأشوف شو قصتها ليه ما عم تهز أو إذا أنا واعي أو عم بهلوس تشوف شو بيصير لأعرف حالي شو عم بيصير معي. آخر شيء بتذكره كنت راكع وشابك صبيع ومطلع بالشمعة. قبل ما مد إيدي لأمسك الفلام تبع الشمعة صرت بغير عالم. وقفوا كل حواسي بعد عم بسمع ولا صوت. بتعرف عم بسمع صوت الهواء وصوت ويوية وكلاب عم تعوي بالوادي صوت الليل. شوي ما عاد فيه ولا صوت. وما عاد عم حس بجسمي إذا واقف أو راكع مشوب بردان. وغرقت بقلب نور عجيب يعني صرت كل شيء عم شوفه بس نور بس نور ما بينوصف. نور قوي مثل نور الشمس يعني قد الشمس عشي مليار مرة يمكن الشمس حد هذا النور تبين شمعة صغيرة بس ما بيبهرن العينين يعني وما بيحرق ما في نار لونه مثل كريستال لونه هيك كتير صافي وجبار يعني نور قد ما أوصف قوته صعب يعبر عنه بزيت الوقت عقد منه قوي عقد منه ناعم وسلس ولا بيحرق ولا بيبهرن العينين. وبهالوقت حسيت في حدا في حضور حدا مش شايفه ولا سامع صوته ولا شيء بس في حدا موجود. فكرت بيني وبين حالي قلت انا عم بحلم. بيقوم بجاوبني بيقول لا انت مش عم تحلم. وجاوبني بدون حكي يعني بدون كلمات بدون صوت ولا لغة يعني مش بالفرنسية ولا بالانجليزي ولا بالعربي ولا بشي بدون صوت بدون كلمات بس كان كتير واضح قال لي انت مش عم تحلم. صرت فكر قلت انا اكيد مش واعي. قال لي بحياتك ما كنت واعي قد ما انت واعي هلأ انت واعي. بهالوقت كمان بزيت طريق بيحكيني بشكل كتير غريب يعني صعب كتير عبر كيف بيحكيني. اجا شي ألف سؤال عراسي ستفكر انا وين شو عم بصير هذا النور مين اللي عم بيحكيني انا مين ضعت بكل شي. شوي عرفني على حاله بدون ما يفرجيني وجهه بدون ما يسمي لي اسمه خليني حس فيه. بس كنت عم بسأله انت مين حسيت هيك شعور فات فيه وجرفني شعور عن جد صار لي شي 25 سنة بخبر الخبرية كتير صعب عبر عنه لأنه عن جد شعور ما بينه. أول شي في فرح مش طبيعي وفي سلام مش طبيعي في محبة وعاطفة وحنان وفي قوة كتير صعب ينوصف بس أحلى شي ممكن يحس فيه إنسان مثل واحد كأنه هيك قاعد بحضن الله عنده عم بيعيش كل شي في سلام بالكون وكل شي فيه محبة وعاطفة مثل كأنه هيك بقلب شي حشا غامر وعم بحس كل هالاشياء الحلوة. وقال لي هيدا أنا بهيدي اللحظة خلص راسي ما عادش بدي شي لعد بدي أعرف شو فيه بنجوم ولا ليش الله خلق نجوم وإذا في الله ولا ما في الله ولا إذا مين عم بيحكم. خلص حسيت ما بدي أعرف شي بس أهم شي نضل هيك صرت فزعان ما يقوم يفل وأخسر اللي عم بعيشه. صرت فكر بينه وبين حالي بدي أقول له خليك هون إذا بك تفل خدني معك. ايه مجاوبني قال انا كل الوقت وين ما كان. باللحظات راح النور لقيت حالي بعدني قدام المحبسة جسمي متلج حتى كان محطب مثل الخشب يعني ما قدرت احرك حالي. طلعت بالشمعات قدامي كانوا صاروا مسح الارض كانوا شمعات طوالت بلاش تصلي صاروا برك صغار بقلب التراب. طلعت بساعتي كانت 3:35 دقيقة الصبح كان مرق 4 ساعات والاربع ساعات مرقوا كانوا ثاني ما حسيت انه مرق وقت. بقى نمت شوي على جنبي لكن رجعت قدرت احرك جسمي عن جديد لملمت الشمعات بقايا الشمعات ضبيتهم بالكيس مع الانجيل حملت الكيس ونزلت على المحبسة يعني على سيارتي. انا وراجع بالسيارة بعدني عم حس زيت الشعور حس حالك طاير من الفرح وفي جواتي شيء غريب كان هيك جاي جديد على الكوكب اللي اسمه الارض مغيرة نظرتي لكل شيء. صرت نزل على الطريق وعم بفكر بس عم برجع عيد الفيلم كيف طلعت ضويت الشمعات الهواء السخن النور الحديث اللي صار عم برجع رجع كل شيء براسي. وانا ماشي صرت حس بشيء تقل على ايدي هون
في شوية تقل ودفع هون عزندي وجسمي كله بردان. ما كتير فكرت بإيدي لما كنت عم بفكر باللي صار. كنت كل ما عم بمشي تيابي عم بلزقوا على إيدي وحس فيه لكيد عم بينزل هون من زندي على تيابي وعم بلزقوا تيابي بإيدي. بيت لو وصلت على السيارة تخيلت شو شو في على إيدي هون. شلحت كنزتي عن جديد عليت كم القميص شفت فيه خمس صبيعك محفورين هون عم بينزلوا دم ومي وملزقين لتيابي على إيدي وحوليه هناك فيه وهج أحمر. صرت كبس على الصبيعة هيك مش حاسس بشي. رجعت فكرت يا خي بركي عم بهلوس أنا عم شوف شغلات مش مزبوطة. طلعت بالسيارة نزلت على البيت مثل كل يوم بوصل على أوضة بضوي البيت مرتي بتعلي الحاف بتقلي جيت بقول لها يا بترجع بتنام. كانت كل يوم تعمل زيت خبرية معودة علي. بهديك الليلة وصلت على البيت ضويت الضو وعلت الحاف قالت لي جيت قلت لها ايه بس ما رجعت طمت حالها بالحاف. قامت قعدت قالت لي شو بك قلت لها شو في قالت لي شو صاير معك شكلك هيك غريب مبين عينيك مبرزقين هيك ومبيض. قلت لها تعالى عندي شوي. قامت على الكوريدور فرجيتها الصبيع صلت يدها على وجهها هيك والايد على الحيط قالت لي ايد مين هاي قلت لها طلعت عم صلي مثل كل يوم وشفت نور عجيب غريب وما كنتش عم بعرف احكيها مثل ما لازم وطلعوا الصبيع عيد بريف بيت بالبيت شي 3-4 ايام ما حكيت مع حدا. بعدين صاروا الشباب يجوا لعندي الاصحاب وقال لازم تحكي مع حدا. قلت اول شيء لازم نحكي معهم هل السلطه الكنسيه بالكنيسه بنحكي مع حدا واحد بيحكي مع بيو يعني اول ما يصير معه خبريه. رحت عند مطران ابي نادر على بيروت. مطران ابي نادر كان مدير الحكمه وقت كنت انا فيها. قلت هذا زلمه بيعرفني بيعرفني جدي مني مزيح حتى نشوف شو بينصحني. شاف المطران ابي نادر الله يرحمه قال لي يا ابني صلي بشوف ربنا شو بده منك. كان يوم سبت وقت شفت المطران لاحظت طلعت على عناية كان ابونا توما مهنا رئيس الدير. قلت له ابونا بدي فرجيك شغلي قال لي ايه شو هو قصير ابونا توما هيك على علو زندي. فرجيته الصبيع هيك طلعوا قدام وجهه طلع فيه ضحك قال لي مار شربل بيعملها هي. قلت له شو بدي اعمل قال لي ماشي فوت في بروسس بدك تتبعه عمله ورجع لعندي. هي بدي اعمل فحص طبي وفحص نفسي واكزورسيزم وكل هول الاخبار اللي بتطلبه من الكنيسه. بارحت عملت فحص طبي للعلامه عملوا بايوبسي وتصوير وخبريات تشوفوا شو هي على ايدي وعطوا ريبورتس. بعدين عملت فحص نفسي تشوفوا اذا كنت رنينة ولا طبيعي. بعدين عملنا اكزورسيزم يعني بيجي كهنه مقسمين بيصلوا على راسي تشوفوا اذا لا سمح الله في شيء شيطان. بس قطعت ودي خلصتهم نزيل عند المطران. كان سيدنا البطرك هو مطران جبير. رحنا على المطران الراعي. مطران الراعي فتح ملف بالموضوع وصاروا يتابعوه بعناية. بريف تخفف القصة لأنه كتير طويلة. وقال كل ما يصير معك شيء مفروض أنت تبلغنا وفي ملف لازم نضل نتابعك فيه. بالوقت كنت أنا مدير شركة سويدية بجوني ببيروت وخلص ما عدت حسست هيك الدنيا مش سيعتني بوقف فيني ضل مدير شركة وعم بتعاطى. حسيت انه خلص لسا لازم غير. تركت كل شيء بوقتها وكرست حياتي لخدمة يسوع والكنيسة لانه حسيت انه عندي مهمة لازم اعملها. تركت شغلة التليفزيون كنت ببلش جديد بعدها مقلعة في كاميرا وانتين والاخ نور. قلنا هيتا ننزل على المحطة خي نحط ايدنا فيها تنساعد بالبشارة. وتفرغت للتليفزيون. بعد كم شهر كنا بعناية عم نصلي. كانت ليلة عيد مار شربل بجولاي. أنا عم صلي بالمحبسة. بتعرفوا ليلة عيد مار شربل بعناية بيبقى فيها شي 100,000 شخص. 100,000 مش عم بحكي رقم كبير. بيناولوا الرهبان 100,000 قربانة يعني بعيد مار شربل. بقى كنت عم صلي بالمحبسة والعالم كله فبعضهم صارت مع الزيت الشي أنا وبالمحبسة. يعني جات شوف زيت النور. حسيت بزيت الحضور. أنا طالع بالمحبسة في شاب شاف دم على إيدي هون. قال لي شو في عزندك؟ شفنا العلامة رجت عن جديد عم تنزل دم وماي. ورجعت مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة. كل سنة تصير مرة مرتين يعني من 25 سنة لليوم صارت شي 45 مرة. كل مرة بشوف زيت النور بيرجعوا الصبيع بينزلوا دم ومي شي 3-4 أيام بس وبيختفوا بصير في بس أثار صبيع. بوقتها من بعد تاني اختبار بلشنا جروب صلاة نجتمع بعناية ونصلي الجمعة عشية. بلشنا وشي نعمل مارش بعدين صرنا نصلي بالمحبسة بعدين صرنا نطلع كل جمعة لفوق ونطلعت عائلة مار شربل. هلا بقلكم كيف كانت شغل العائلة. بس نحكي عن العائلة بس قبل تنحكي شو الخلاصة تبع الاختبارات. بهال 45 مرة اللي عشت الاختبار صار في عندي هيك نوع من خبرة روحية بتجاوبني على كتير من الأسئلة اللي كنت أنا أسأل حالي عنها.
كده ما أسأل إذا في الله ولا لا، وليش خلقنا، وشو عم نعمل بهالدنيا، وليش في موت، وكل الأسئلة اللي بيسألوها كتير ناس. هلا أنا فكرت حالي اخترعت البارود، أور البارود مخترعينه من أيام زمان. يعني كل شيء نحن بنتساءل عنه موجود بالكتاب المقدس، موجود بالإنجيل. ما في ولا سؤال بيسأله إنسان ما في له جواب بالإنجيل، ولا سؤال. وبالتالي أنا كنت عم بقرأ الإنجيل كل يوم، كما قلت لكم قعدت على سنين طويلة أقرأ الإنجيل، بس أقرأ من 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 زاويتي، مش من الزاوية اللي يسوع بده يشوفها. مش هيك كنت عم فتش على أسئلة برا بالوقت الأجوبة موجودة بالكتاب المقدس. شو الخلاصة؟ وبعدين شو بده منا مار شربل عمليا؟ تنرجع نروح على قصة العائلة. ليش مار شربل عم بيعمل كتير عجيب بهالأيام؟ بتعرفوا العجيب المسجلة بعنايا صاروا شي 24,000 25,000 عجيب، هؤلاء المسجلين يلي فيهم دوكيمنتس يعني مسجلين مع تقارير طبية، كمان آلاف العجيب. طيب ليش ليش مار شربل هالقد ناشط بهالأيام؟ هيك عم بفرجينا انه بيقدر يعمل عجيب، منه بحاجة لمجد مار شربل. مرشابل اكتفى بمجد يسوع اليوم. ليش هالحركة؟ تعرفوا اليوم من أقصى الشرق لأقصى الغرب بكل دول العالم صار في حضور لمرشابل. بلبنان بكل بيت ما في حدا عنده غير ما عنده قصة مع مرشابل. شو السبب؟ السبب الأساسي إنه مرشابل شايفنا إنه نحن ناس كيرجين نزول على قولته. نمط حياتنا ونمط إيماننا ما كتير بيدل على عمق بمسيحيتنا، بس عم بيرجع يعملنا شوك، عم بيهزنا مار شربل بنوعوه مثل ما ماشيين هيك مش ماشي الحال. وعم بيرجع يذكرنا بحضور الله بحياتنا، يرجع يذكرنا انه الله هو الاول بحياتنا، مش نهتم باكل وشرب ولوكس وسيارات وبيوت وبزنس وكل الخبريات والله بيجي التاني. لا، الله الاول. لازم نفكر بالله بالاول بعدين بيجي الباقي، وما رح نخسر شيء. الناس بيفكروا اذا بلشنا حطينا وقت لله رح نخسر يمكن بالبزنس تبعنا او بحياتنا، مش هيك. لازم نعرف انه احنا الله خلقنا تنكون معه، تنكون عنده. يعني كل هالاسئله كنت عم بسألها قبل، مثل كانوا حط لي باترن براسي من الاول للاخر ونظم لي اياهم بعقلاتي. ليش الله خلقنا؟ لسبب بس واحد، ما فيش شيء تاني، تنعيش معه بالحياه الابديه. الله خلقنا للحياه الابديه مش لنموت. نحن ما منموت، بس تنكون معه بالحياة الأبدية لازم نصير مثله. ما فيك تكون مع الله بالحياة الأبدية إذا ما كنت مثله. بدنا نصير مثله. تنصير مثله عطانا الموديل، الموديل هو يسوع. نحن بس نصير مثل يسوع، يعني صرنا مثل الله، يعني صار فينا نعيش معه حياة أبدية. هالقد هينة، هينة كفكرة، بس يمكن صعب نعيشه. السبب الوحيد يلي الله خلقنا كرماله برجع بعيد انه نعيش معه بالحياه الابديه ونصير مثله. بده يعمل منا اولاده، نحن اولاده، عم بيعملنا اولاده بواسطه يسوع. يسوع عم بيحولنا لاولاد لله، يعني عم بيحولنا من بشر لالهه، عم بيحولنا من ناس عندهم جسم حيواني لكائنات مقدسه لالهه تنكون معه اولاده. هذا الهدف الوحيد. اذا ما حققنا هذا الهدف كل شيء بنعمله على الارض هون بلا طعمه، ما له عازم. وهذا اعظم شيء في يعمل الإنسان. شرب المخلوف زلمة مثلنا، كان بيأكل وبيشرب وبينام، وكان يعمل بحث بكلوي كمان مثل حكايتنا، ويوجع ويبرد ويجوع، إنسان عادي. وين شرب المخلوف اليوم؟ تخيلوا زلمة كان عايش راهب براس الجرد بعناية. إذا بتشوفوا صور المحبسة أيام ما كان مر شرب فيها، ماشي جرد قاحل، لا في طرقات، لواوي ما بيوصل لفوق، وما في حدا، عايش لحاله بوضع كتير فقير على الآخر، بيأكل مرة بنهار شقفة خبزة وشوية بقلة ونباتات، وبيصلي كل وقت بيشتغل بالحال. مار شربل اليوم ما في كائن بالكرة الأرضية ما بيعرفه، ما بروحوا بيركعوا على إجريه. وتراح كارلوس سليم على بيروت هو ابنه باتريسيو، أنا وباتريسيو أصحاب، وحطينا له على برنامج وزيارة على عناية، طلع على عناية ركع قدام أوضة مار شربل كارلوس سليم وابنه باتريسيو. طلع باتريسيو صار يبكي، قالوا لبيو بتعرف شو عم بصير هلا؟ قال له شو؟ قال له اغنى زلمة بالعالم عم بيركع قدام افقر زلمة بالعالم. تخيل وين كارلوس سليم، هذا زعم 70 80 90 مليار دولار بالعالم، مار شربل صفر ليره، هذا اغنى زلمة بالعالم راح ركع قدامه وفارض بكي.
شو العظم اللي عم يدعينا لله؟ شو في أعظم من القداسة؟ هذا مشروع كل واحد، كل واحد منا هو مدعو يصير شرب المخلوف. هلا مش بهالبطولة، نحن مش أبطال قده، شرب المخلوف بطل كبير، بس نحن مدعوين نكون قديسين صغار، ما فيش حل تاني. وهذا الشيء المرشاب اللي عم بركز عليه بده شغلتين، شغلتين وهو دي إجبارية، مش إنه أوبشن إذا بدك بتعملهم إذا بدك ما بتعملهم. أول شيء كلمة الله بالكتاب المقدس الإنجيل، ما في مسيحي بلا إنجيل، ما بيزبطوا مع بعضهم. إذا ما بتعرف الإنجيل منك مسيحي. مارشال بيل كتير حاسم بالمواضيع، حازم. المسيحي لازم يعرف إنجيله، بده يحفظ كلمة الله ويعيشها، بده تعيش بقلبه. بدنا نقرأ الإنجيل كل يوم، نسمع كلام يسوع كل يوم، نسمع كل يوم يسوع شو عم بيقلنا، بقى نفتح معه علاقة. ما فيك تبني علاقة مع واحد مش عم تحكي أنت وياه وتسمعه ويسمعك. وين بقى نسمعه؟ بالإنجيل. لازم نقرأ الإنجيل، لازم مرشال بيقول لازم تاكلوا لازم تاكلوا كلمة الله، بقى ناكلها ونعيشها تصير جواتنا. كل مسيحي مفروض يكون الإنجيل عم بيعيش فيه. الشغلة الثانية هي الإربان، الإربان المقدس. الإربان المقدس هذا اللي بيعطينا القوة الروحية تنتحول من بشر لآلهة. ما في تكون أنت بشري، نحن بشر جبلة تراب، يعني هيدي التراب ما بتصير فيها ألوهية غير ما تفوت فيها الألوهية. كيف تفوت فيها الألوهية؟ بهالإربانة. بلا الإربانة ما فيك تتحول من إنسان لإله، يعني ما فيك تعيش مع الله حياة أبدية. ومارشال بيل عم بيرك بكل حديثه عن هالموضوعين، الإنجيل والإربان، الإربان والإنجيل. بلا الإنجيل والإربان ما فيش مسيحيين. الشغلة الثانية، مارشال بيل مش كتير مبسوط بمسلكنا، لأن احنا عم نسلك بكتير مطارح المسيحيين عم بيسلكوا مسلك العالم. نحن حياتنا كمسيحيين عم تصير تشبه كتير حياة الوثنيين يلي ما بيأمنوا، مثلنا مثلهم، ناكل مثلهم، نشرب مثلهم، نفحش مثلهم، نعمل من العالم جررنا. بالوقت المرشاب عم بقول لازم تغيروا السير، مثل ما انتم مشين هيك مش ماشي الحال، ما تمشوا مشية العالم. اذا العالم رايح صوب الخطية انتم ما تروحوا، انتم كونوا عم تتبعوا يسوع مش تتبعوا العالم. من هون بلشت تطلع قصة عائلة مرشاب. هول افكار اذا بدكم الرئيسية، في كتير تفاصيل، في كتاب، في كم صفحة فيهم بعض الأقوال اللي قال لي إياهم مارشال بيل، بس المهم نركز على الخلاصة. وقت بلشت عائلة مارشال بيل بلشنا نحن مجموعة ناس عم نصلي، مش نحن قررنا نعمل عائلة مارشال بيل، إنه اجتمعنا هيك وحطينا خطة زي نجمع العالم وبلش نعمل رياضات روحية وصلوات ونقسم حالنا ونعمل نظام ونعمل قوانين، ولا مرة فكرنا هيك. نحن بلشنا نصلي بالأول، كنا شي 7-8 أشخاص نطلع الجمعة عشية نصلي بالمحبس. بعدين عاد مكان هيك الجو حلو، صار كل واحد يطلع يجيب رفقاته معه. بظرف شي 3 شهور صار في شي 1000 شخص فوق. نطلع نقدس تحت السنجينات قدام المحبس برا بالهواء الطلق. كان معنا الحبيس بونا حنا خوان، ابونا مكرم ازاح، يتبادلوا على القداسات كل جمعة يقدس حدا، وخلال القداس يعطونا تعليم بالكتاب المقدس بالانجيل، يشرحوا لنا الانجيل. وعاد ما كنا نحن ناس جاهلين بالانجيل، ماشي نتمتع بشرح الانجيل، يشرحوا لنا اياه نصير نسكر انه عم يحكونا عنه. عن جد نسكر، ما يعود ما نعود نخلص، يعني ياخد القداس معنا 4-5 ساعات. الاباء يشرحوا الانجيل ويفسروا لنا اياه ونعيش القداس وننزل ماشي طايرين من الفرح. صار كل واحد ينزل يجيب تاني جمعه رفقاته معه. بوقتها كنا عم نعيش ظروف صعبه، يعني كان في بتعرفوا كان في الجيش السوري والمخابرات ونزلين فينا كبس، لانه كانوا مفكرين عم نعمل مظاهرات فوق مش عارفين شو عم بيصير. وكنا هيك عم نمرق بظروف صعبه، ويتشكونا عند الكنيسة، يجوا المخابرات يتشكونا عند البطرك والمطران وشو عم بيعملوا هود العالم فوق. وصاروا نطيع بكرة بتشتت الدنيا خيو، بتتلوج بفلوا لحاله قور تشتت وتلجت، وباقي يكون التلج متر بعناية ويطلعوا العالم زيت الشي ما كانوا تغير شي. بس ما عش فينا نصلي بالمحبس، المحبس صغيرة ما عش ساعتنا. نزلنا على الدير، بعدين الدير ما عش ساعتنا، نزلنا على الكنيسة الكبيرة وصلنا نصلي فوق كل جمعة. وكل جمعة نعطي تعليم، يجي أبونا حنا خواند أبونا مكرم وغير أباء يعطونا شرح للإنجيل. بعد ما ينبسطوا الناس قال خي لازم نعمل بعد شيء تاني، شو بدكم يا خي؟ لازم نعمل رياضات روحية مش بس الجمعة، بدهم السبت. صرنا كل شهرين ثلاثة نعمل سبت من عبكرة لعشية رياضة روحية، شرح للإنجيل وبرتاج وقدسات وصلوات وكله. بعدين قال الله يا خي ما بكفينا هيك، لازمنا أكثر، لازم نعمل لقاءات شهرية، صرنا نعمل لقاءات تعليم شهرية. بعدين صرنا نتنظم جماعات لنعمل بارتاج، وصارت تكبر العائلة. هلأ صارت العائلة مرشاب اللي بحكيكم تقريبا بكتير بلدان برا. شو الهدف من الموضوع؟ شو هدف العائلة؟
مش هيك جماعة بيجتمعوا خي وبيصلوا وبيعملوا هيك شوية سوشاليزين مع بعضهم وبيكلوا لقمة بحالهم بفلوا، مش هيك. إذا هيك عن جد ما بتحرز. العالم اليوم ماشي بترايند غلط، ماشي بمسار غلط، رايح على خرابه. العالم اليوم خربان. إذا حدا منكم شايف غير شيء ما بعرف، الدنيا اليوم مش ظابط. خاصة عم بيطلع عنا أجيال، شبيبتنا اليوم جداد. بالدراسات اللي عم نتابعها اليوم، دراسات عم تطلع من معاهد وبحوث هون أمريكية وأوروبية والبدكونية، الأجيال طالعة جديدة أجيال بتخوف. تعرفوا شو السبب؟ كنت عم بحكي عنه مبارح. نحن صرنا بعالم ديجيتال، عالم اسمه عالم ديجيتال. عم بصير الإنسان إنسان ديجيتال. ولادنا اليوم إذا أنتوا قاعدين بالبيت، فتوا على البيت، فترض إجا البي على البيت اليوم، فات على بيته، ولاده هيدا على الايباد، هيدا على الايبود، هيدا على الاي شيء، وفات البي او الام بيتطلعوا فيهم. انا بذكر انا وصغير كنت بس اسمع خشيه مفتاح بي بالباب نركض لعنده ونعبطه، كون جيب لنا معه ساعه ليمونه، ساعه بلحه، ساعه مدري شو، ونقعد ناكل نحن وياه. يبقى في عاطفه، في تبادل عاطفي، في انسانيه بين بعضنا. اليوم الاولاد بعالم ازاز حاطط راسه براس الشاشه مش اشي حدا. تعرفوا البعد الإنساني تبعنا عم بيدوب، عم بيطلع عنا أجيال ما في عندها إنسانية، ما فيش عندها عواطف. هذا قاعد على المكنة كل النهار وعم بيلعب جيمز، عم بيشوف، عم بصير يضيع بين الحقيقة والواقع الفيرتشوال. يعني هذا بيلعب ألعاب قتل، بس يطلع على الطريق مثل ما عم بقوس باللعبة، في قوس بالشارع، عم بصير في ماس شوتينج كل يوم بأعداد كبيرة، لأنه المخ البشر عم بيتغير. أولادنا عم بيتغير، أولادنا عم بيطلعوا قدامنا هلأ، يمكن أولادنا الديراكت هلأ بعده منيح، أولادهم عم بيطلع عنا جيل مكانات، جيل روبوتس، ما فيش مشاعر، ما فيش إنسانية، ما في إحساس. إيه وين رايح البشرية؟ نحن بنتفرج، نقعد هيك نقول وين أوكي خي شو فينا نعمل؟ مارشال مش هيك بده، نحن فينا نعمل وفينا نغير، وهذا هدف عائلة مارشال. هدف عائلة مارشال تخلق تيار جديد بقلب العالم، مش قايم على الازاز والسكرينز والديجيتال والخبريات. مش معناته انا لا اوقفهم، لا يعملهم، بس في شيء انساني بده يربى بقلب الانسان غير المكنه. بدنا نعلمه على الله، بنعلم احنا بعائله مرشاب اليوم عاملين برنامج للصغار، نلقط الولد هو عمره 3 سنين. ببلش الواحد ينتسب لعائله مرشاب من عمر 3 سنين. اول ما يفوت الولد بنعلمه كيف يصلي. عندنا اولاد عمرهم 6 7 سنين بيعملوا سجود للاربان، بيقعد نص ساعه قدام الاربان ما بيحكي ولا كلمه. انا اول شيء وقت قالوا لي ما حط البرنامج قلت لهم يخيب حدا في هدي ولد قدام التلفزيون، ما فيك تهدي نص ساعه، بتهدي قدام الاربان. اجوا عنا رهبان وعلمانيين صاروا يدربوا الاولاد ويعلمون. اول مره بخمس دقائق بيستصعبها بحوص، تاني مره 10 دقائق، بعد سنه بصير الولد يسجد قدام الاربان نص ساعه. هودي الاولاد. عنا القسم الثاني اسمه الفتيان، الفتيان يعني من 12 ل 18، هيدا بصير يسجد يقعد قدام الاربان ساعه ويتأمل ويصلي مسبحته ويقرأ بالإنجيل. بس صير في عندهم شبيبة، عندنا الجروب الشبيبة بيعمل فورماسيون من الأول، بيعمل تعليم مسيحي مزبوط، بيعرف كل إيمانه وبيعرف كيف بيروح يقدس، بيفهم شو يعني القداس، بيعمل سجود للأربان، عنده خمس ست رياضات بالسنة. بيطلع عندنا جيل مرتب، بدأ بتجيب له آيباد وآيبود والبدك ما بينهز، بيعرف خي أنا عندي جيم بلعب ساعة بالنهار وخلصت الموضوع، بيعتبرها لعبة. مش كل وقت فيسبوك وتويتر وإنستغرام وحاطط مخه بالإزازة وماشي. ما بتمشي البشرية هيك. نحن اليوم بالعائلة الهدف تبعنا نرجع نخلق خط روحاني، ناس بتصلي، ناس بتحب، ناس بتخدم، مش انه هيك كل واحد لحاله مثل الإزاز. هذا هدف العائلة، لأنه الهدف والنتيجة من عائلة مشاربل تعطي قديسين. ما صار فيه قديسين، الشغل اللي عم نعمله ما له عازي. والشغل الأصعب يا شباب هذا العالم ما كتير بحبوا يسمعوها، خي مثل ما في سما وحياة أبدية مع ربنا، في جهنم وحياة أبدية مش مع ربنا. هاي حقيقة. هلأ أيام بصيروا يلطفوا العالم لا الله مدرو. نحن نسمع يسوع شو عم بيقلنا، ما هيك؟ يسوع رأيه ومش رأيه، تعليم يسوع بيقلنا لحوي تبع الوزنات الخمسة، قال ادخل فرح سيدك، ما هيك؟ ورث الحياة ورث الملكوت. هديك التاني قال اذهب عني يا ملعون إلى النار المعدة من أجل إبليس. وفي عنا 20,000 مطرح يسوع بيحكي عن إذا اتبعته في عندك الحياة الأبدية، إذا لا في لها ليك الأبدي. نحن شو ما نختار، إذا لقلنا حر واحد روح على جهنم،
بس أولادنا ليه؟ أولاد أولادنا ليه؟ الأجيال اللي جاي معنا مسؤولية تجاههم؟ ما متحمل مسؤولياتنا تجاههم؟ هذا عبد عينينا لأمر شربي اليوم. أمر شربي بس عبالنا تأختصر، أنتوا مسيحيين خي يكونوا مسيحيين مزبوطين، كون مسيحي حقيقي وعندك صلاتك اليومية وإنجيلك اليومي، وروح أدس قد ما فيك كل يوم أدس. نحن مش عديس يوم الأحد ولا عبيل الأبونا بعد الدرجة بيجي على الدرس لكان انكسر سمه ويكون قطع له ربع ساعة مش ما يزهق جوه، لا مش عارفين حالنا شو عم نعمل. أغلى 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 ثروة بالعالم هي هالقربان الصغير اللي بناخذه بالكنيسة، هاي اللي عم بتقدسنا وتعطينا الحياة. نحن لازم نرجع مسيحيين. مارشال اللي عم بيقول لك إذا أنت مسيحي عيش مسيحيتك، ما تكون هيك عندك، ما تمثل مسيحيتك تمثيل، عيش كون مسيحي. وبتعرفوا مارشال اللي رجل صلاة، كل شيء عم بدعينا خي المسيحي بده يكون شخص بيصلي، بتصلي ببيتك بعائلتك ولحالك، بتصلي مسبحتك، بتقرأ إنجيلك، بتروح بتقدس، بس تخطي روح اعترف، روح تناول، عيش أسرار كنيستك، التزم بكنيستك. بتعرف شو الكنيسة عم قد ايه عم تمرق بصعوبات الكنيسة اليوم؟ متفرج كنيستنا هذه، الكنيسة هي أمنا، ما فيك تقعد تتفرج على الكنيسة صعوبات ونحن يمكن ولاد كنيسة. في اللي حد الكنيسة كل ما تمر صعوبة الكنيسة بصعوبة بصيروا يدعسوا فيها أكتر، مع أن تحديات كبيرة بقى نعملها، وخاصة نحن بلبنان. نحن بعد في مليون مسيحي بهالشرق، بالعراق كان في 1,800,000 مسيحي، اليوم في 100,000، 1,700,000 صاروا هون بديترويت. بسوريا كان في 2.5 مليون، اليوم كان في شي 500,000. بلبنان بعد في مليون. بأورشليم، أورشليم مدينة يسوع في 1,000 مسيحي، 1,000. بعد فيها المسيحية بلبنان 1,000,000، 1,000,000 زعبوط بيتخانقوا ببعضهم وبيقبروا بعضهم وبيتخانقوا على السلطة وعلى الكراسي وعلى الوزارات وعلى النيابات مثل أولاد الصغار. وليك ملا رسالة عنا، هل أدري رسالتنا كبيرة نحن ولا شعب صغير؟ بدنا نضل هيك؟ هيدا دور عائلة مار شربل، نرفع شوية تفكيرنا، صير ناس كبار حاملين رسالة، ناس عم بيسعوا للقداسة مش للشغلات السخيفة والسطحية. انتوا هلا هون مدعوين زيت الدعوة، هلا جيتوا اليوم ومشكورين، بس تنتشارك مع بعضكم او شي حط وجع قلبي عندكم، لانو عن جد شي بوجع اللي عم نعيشه، بزيت الوقت نتشارك تنحط ايدينا بايدين بعض ونكون بقلب كنيستنا نحن شهود للمسيح بقلب العالم مطرح ما نكون، يدلوا علينا خي هودي اولاد يسوع، هودي ابناء المسيح، هودي مسيحيين، نحن اولاد مار شربل. كون هيك في صورة مار شربل عوجنا، مش انه ماشيين بالعالم عادي، لان ما حدا بيعرف الساعة بتجي الساعة. هلا بتكون ماشي شوي بعيط لك، شو بنعمل؟ ما فيكش ترجع تقول له لك ولو بركي قصة لعازر والغني، قالوا لعازر خي دخيلك بس حدا يبل اصبعه ويحطه عتمه، وحدا يروح يقول لاخواتي ولاد عمي، لانه قال له خي عنده موسى والانبياء بيعرفوا شو بدهم يعملوا. مش لازم نخسر حياتنا، هيدا كل الموضوع. مار شربل كل شيء عم بيعمله عم بيذكرنا بالله بحياتنا. كونوا مسيحيين، عيش مسيحيتك، كون مسيحي حقيقي، انسان محب خدوم مصلي، تقعد قدام الاربين بتسجد، تبني علاقه مع يسوع، بتعرف انجيلك وبتبشر بيسوع. مش ما بتقعد ولا لا، ما نحمل يسوع مبشر فيه بكل العالم. بتعرفوا عنا بلبنان نحن 4-5 تلفزيونات مسيحيه، حتوا عم تسمعوا لي بالفش خلق، للبي سي محطه مسيحيه والام تي في محطه مسيحيه، انتوا بس تحضرون بتحسوا محطات مسيحيه. مش عم بيع بضاعتي ونحن بالتالي دوميار يعني، بس خي طقحنك وجعدني هيدا وجه يسوع اللي بنحمله. وبتعرفوا داش البادجت تبعهم 120 مليون دولار بالسنة تتمشي محطة التلفزيون، نحن بالتالي دوميار 8 ملايين، هلأ مكسورين على 4 ملايين لأنه ما حد عم بيساعدنا، بيعتبروا التالي دوميار ونحضر مرشار بالخي ويسوع وقدسات ومدري شو فيه هونيك شي أحلى، في مايا دياب بركي، في ناس عجرة مدري شو. هلأ شعبنا صار سطحي، لازم نشهد ليسوع، نعمل شيء يسوع هيك ينبسط فيه ونحن نشوف حالنا فيه. أنا صرت باري من الكرة الأرضية يمكن 6-7 مرات، لون عماك صرت جيش 50 مرة، وين ما روح بس بحتك بكتير ناس من كل بلدان، وانتو عم تعيشوا بأمريكا ما هيك؟ الأمريكاني عنده كتير إشي يشوف حاله فيه. خي أنا لبناني بس روح أبرم بالعالم بشوف حالي بشو، شو بدي أقول له؟ عنا أرزة، بتعرفوا في أرزة هون بأمريكا؟ وانتو بتعرفوا عنا تفاح،
عيب نشوف حالنا بالاخبار. شو عنا خيب لبنان؟ عنا مار شاربل. بس تقول مار شاربل خيب باخر الدنيا، بس تقول مار شاربل دغري اه لبنان ميحلي في مار شاربل. مش هناك فخرنا نحن، بس مفتخر بالقديسين اللي عنا، ولازم نضل نفتخر بالقديسين اللي عنا. مش بس اللي عنا، يصير في عنا قديسين جداد، ولا في ست دعاية وتطويب جداد معنا نشكر الله، ست قديسين على الطريق، عم نفبرك قديسين وشعبنا مدري وين مدري وين عايش. لازم خلص نغير هذا الواقع، وبيتغير بده شوية ثوار، بده ثورة. يعني القصة انتم مدعوين لهالثورة، ثورة مسيحية حقيقية مزبوطة، هذا المطلوب منه. ومار شاربل ثورجي بتعرف، بس يعمل عجيبة بيعملها مزبوطة. لازم نحن نمشي مثل ما عم بينبهنا انه نغير حياتنا. سوري طولت عليكم، هاي الخبرية بالمختصر. بعتبر انا بوسطجي خي، وصلت لكم هالمكتوب، تعملوا بدكم اياه. فيك تقلي خي تحطه بالشريدر، فيك تقراه، فيك تشتغل عليه، انا عملت اللي علي. بس بلكم بكل صدق، عنا رسالة كتير كبيرة، لازم نرتفع شوي لمستوى الرسالة اللي ربنا مكلفنا فيها. نحن المسيحيين بلبنان كل عمرنا نحن نور للعالم، كل الثقافة والفكر والعلم والقداسة كانت تطلع من هالبلد الصغير. كان يطلع بالسنة 50,000 كتاب، بالسنة بيطلع له شي 5 بركة، لأنه ملايين بغير شي. عم ننحدر، كل شي عم بيعمل مرشاوي عم يدي ايده ويشد فينا طلوع، نحن لازم نشد معه طلوع. هاي كل الخبرية. وانتو هون بأمريكا خي عندكم كمان مسؤولية، ما بتحسوا؟ انتم من مسؤوليتكم هالمليون معتر اللي بعضهم بلبنان يضلوا بلبنان، يصمدوا شوي، يكونوا رسل ليسوع، يقدروا يكون عندهم الامكانيات يشهدوا للمسيح بهالمنطقه اللي هونيك. اذا مكفيين هيك بعد كم سنه واش في مسيحيه بالشرق. وبتعرفوا هونيك الرقابنا على السيف، يعني ما فيش غنج. بطل لبنان يضل لبنان، بحاجه لصلاتنا ولشهادتنا للمسيح، نكون مسيحيين حقيقيين. بمجرد ما نكون مسيحيين حقيقيين كل شيء بيزبط. بشكركم. لا إذا حدا بده يسأل شي سؤال بس. تفضل. بنقدم كل شيء عم تعمل، كل اللي قلته بنوافقك فيه. كتيوري كتير كتير موضوعية، كتير مظبوط، وكلنا شايفين انه هيدا الشيء عم بيصير. وقت اللي بتطلع على التلفزيون اللبناني ببكي، وقت اللي بشوف الباتشلر، وقت اللي بشوف كل الاشياء عم تنحط على التلفزيون بزعل، بقول ولو هيك صار لبنان. نحن وقت فلينا من لبنان ما كان هيك، بنحب نتذكر مثل ما كان من هون. وقت اللي بنشوف شو عم بيصير بلبنان، غير عن البوليتكس، عن الحياة الاجتماعية، بنزعل، بنكتئب، قلبنا بينعصر انه بلدنا صار هيك. عم بيجربوا يعملوا مثل ما بيعملوا بالوسط، ونحن عم نرجع نجرب نرجع على جذورنا ونعمل اللي كان قبل. صحيح بدنا انه قدوتنا تكون مار شاربل ويكون هو بعائلتنا، بس الحكي هي يعني الامبلمنتيشن صعب. عم بتقول انه بيقضوا اولاد بعمر 3 سنين يعملوا ادوريشن. امبارح كنت مع اولاد من عمر 12 ل 15، 45 دقيقه كانت صعبه نقدر اتنشن لحتى يتسمعوا على كم كلمه كنا عم نحكيها. فكيف الواحد بيقدر يعملها؟ كيف عم تقدروا تعملوها بلبنان؟ بركي في بس تحكي كم كلمه انه كيف فينا ها كلمه امبلمنت وات يو ار توكينج اباوت. اوكي، كثير كثير مهم سؤالك، كثير مهم سؤالك عن جد، لانه هيدا صلب الموضوع. بتعرفي كل شيء ببلش بالحياه بالعائله، كل شيء ببلش بالعائله. كيف تطلع العائله؟ بيكبر اولاد على اساسها. وقت الام والبي بيوعوا عن جد لدعوه اولادهم بالحياه من هن وصغار، بيسحبوا هن وياهم بالصلاه من البيت، بيتعلم الولد. انا بتعرفي احلى لحظات حياتي عشتها وقت اقعد انا ومرتي واولادي هن وصغار نصلي نحن وياهم. انا اولادي علموني الصلاه اكثر ما حدا حيالله تاني علمني. إذا أنا أم وبي واعي، إذا أهم شيء يوعوا الأهل إنه عندهم مشروع قداسي لأولادهم قبل العلم والبيوت والتخصصات والخبريات. أول شيء يفكروا أنا ابني خيي بدي
بدي وصله على السماء قبل ما ياخد شهادات. ما في شيء أهم من هني وصغار من عمره سنة الولد، إذا بتعوديه من هو سنة يصلي، وفي في أدوات بتغلغل فيه، بتصير عم تعمل له شو بسموه هيدا، يعني بصير يتأقلم فيها، بصير عايش فيه. مثلا احنا شو كنا نعمل؟ كنا نخفف الضوء بالصالون، نضوي شمعة قدام أيقونة العذراء ومار شربيل، ونضوي نولع شوية بخور ونقعد نصير نصلي. إذا الولد بلش يتعود عليهم هودي من هو صغير، 3 سنين بصير عمره 4 سنين 5 سنين 7 سنين، إذا عم يتعود كل يوم يصلي هو أمه بيو، يسمع أمه بيو عم بيصلي، وحتى لو كان 10 دقايق نصلي بيت مسبحة أيام الأبانة والسلام بين بعضنا، يعني نقول أنا الأبانة مرتي السلام، بعدين الولد ولد ولد السلام، نعملها برمتين، نرتلنا شي ترتيلة على صورة الأيقونة وعلى البخور، كل هودي مع بعضهم بيعملوا له هيك كونديشنينج للولد، بصير هو عم بيكبر بيتعود عليها، بتصير بس بعدين تقول له عودت نصلي بيقعد ليصلي، بصير يحبه. بس يصير فتى هيك بين 10 و15 20 بتصير قصة أحسن، بصير نقرأ مقطع من الإنجيل نعمل بارتاج نحن وياه، بصير يحب الإنجيل. إذا كل أحد بياخده على الكنيسة أيام عدة مرات بالجمعة على الكنيسة، ما نحن إذا الأم والبي وعيوا لدعوة أولادهم للقداسة بتبلش القصة من البيت، الباقي بصير هين. هلا نحن عنا بالعائلة، بعائلة مرشابس صار عندنا 25 سنة، يعني في أولاد خلقوا بالعائلة اليوم وتجوزوا بالعائلة وصار عندهم أولاد، يعني صرنا هلا بالثيرد جينيريشن بعائلة مرشابس. بتشوف نحن جيلنا، جيلي أنا يعني والشباب اللي أسسوا ضعيف. الجيل اللي بعدنا أحسن منا بكثير. ليش؟ لأنه بلشوا من بكير. هلا اللي عم يتجوزوا بالعائلة ويجيبوا أولاد فظيع الأداء تبعهم. من هني وصغار هودي عارفين أول ما يجين أولاد حاطين براسهم بالأول يبلشوا بيسوع. بتشوف العيال الجديدة اللي عم تطلع عنا بالعائلة بيقعدوا كل يوم بيصلوا، كل عيالنا بيقعدوا كل يوم بيصلوا، مشان إذا خلقنا هيدي الموجة بالعالم تعرف شو بتغير؟ وهلا عم بتغير إنه العائلة بلبنان 5-6 آلاف شخص، إذا صار في عنا 500 عائلة هلا عم بيصلوا وصاروا يكتروا، بعدين نبلش نخلق أجيال واعية وراكزة وبتصلي. نرجع على مسيحيتنا، لأن احنا كل عمرنا هيك، كل عمرنا هيك. أبونا ميشيل حايك بيقول الموارنة شعب مكسور عليه صلاة، قد ما نصلي ضل مكسور علينا، لازم نصلي كتير. نحن كل عمرنا نصلي، أنا بتذكر نحن وصغار كنا نصلي بالبيوت ونعمل زياح العذراء وطلبة العذراء، كل بيوتنا كانت هيك بتضيع. اليوم ملهيين بالشاشات هاي البلا طعم اللي عم تخرب لنا عقول أولادنا وعقولنا. الماضي عملنا تشانل بس للولاد، هلا في تشانل اسمه نور سات كيدز بس مش على ساتلايت، هلا بعده برود باند. لا لا فيك تشوفه هون، في نور سات كيدز فيك تشوفه هون، بس نحن مشكلتنا خي مش 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 عم بعن بشرفه مش عم ما بدنا منكم شيء خي، بس عم بقولكم عندنا مشكله بالمصاري. اذا بدك تنتج بروجرام للولد ينبسط فيه بدك تحط، نحن شو بنعمل؟ انا مدير المحطه خي بعرف عم اشتغل، انا عندي بروجرام عنا 24 ساعة بك تقعد تشتغل فيهم. شو بقول خي؟ انه شو ارخص بروجرام؟ جيب خوري حطه خي وضويل وقول له احكي بتكلفك الحلقة $100. اذا بتعمل بروجرام ضخم خي، بتعرفوا بروجرامات هودي الـ LBC والـ MTV اللي فيهم استوديوات الكبيرة، اجار الصالة $30,000 بالليلة، نحن $30,000 معاشات الشغيلة عنا كل الشهر، لانه خي هوديك عندهم مصاري وبتساعدوا والبدك ايه وبيعملوا انتاجات ضخمة. الولد إذا بقدر عم يعمل زابين بس يشوف هيك إنتاج ضخم وستوديو كبير وأنوار ونشوف بوقف هونيك، طاعة التلمير خلي خي يشوف الديس عم يحكي ما بوقف لأنه ما رح يلفت له نظره. هذا الولد هيك، واللي بيكلفه أكتر شيء برامج الشبيبة والولاد. الكبير فيك تحط له خوري وتعمل توك شو ويناقش بيلتز فيه بيسمعه، بس الصغير بده شيء يضوي له عيناه، هو مكلفين. بس الله كريم الله كريم. أخ ريمون،
شو الفرق بين صلاة جماعية وصلاة فردية؟ الفرق كمان سؤال مهم. يسوع وقت أسس الكنيسة أسس جماعة، يعني جاب عمل تلميذ، تلمذ تلميذ، أسس كنيسة، أسس مؤسسة. ما في يربى الإنسان بالقداسة بدون الجماعة، هيك لحاله ما بيمشي الحال. مش هناك كتير مهم واحد يكون موجود بقلب جماعة. شو أهمية الرعية؟ كان في ربنا يعمل وعظات يوعظ الناس، عزة الجبل لنقول بمتى 5 و6 و7، ويقول العالم اوكي يروحوا عيشون كل واحد لحاله، بس مش هيك عمل. هو عارف انه الانسان لازم يكون محاط ومحمول، لازم يكون في جماعة نصلي مع بعضنا. هيك القوي بيسند الضعيف والضعيف بيسند على القوي، هيك بيقول مربولوس. لازم يكون في جماعة نصلي مع بعضنا، بس انا اقرا الانجيل ونعمل عليه شيرينج، نعمل بارتاج. ما كل واحد بصير يحكي فكرة عن الانجيل كيف ما هو شافه، بدل ما اقراه لحالي بصير عم بقراه مع 10، بدل ما يجيني فكرة عم يجيني 10 افكار. بعدين هاي المشاركة بتحسس الانسان انه في حدا حده عم بيحمل معه ذات الرسالة، بيصندوا بعضهم. كتير مهم واحد يكون بجماعة، يكون برعية. ليش عمين رعاية؟ ليش في رعاية؟ في كتير ناس بقولوا خلينا بصلي بالبيت. تصلي بالبيت؟ شو بتعمل بالبيت؟ كيف تصلي بالبيت؟ ولا شو روح على الكنيسة خير بدرس بالبيت؟ خير روح اعترف، بعترف بيني وبين ربي. خير ما بتتناول انه ليش؟ خلص ما انا بصلي بيني وبين حالي. ما هو دي ناس مش واعيين شو عم يعملوا، مش عارفين شو عم بيصير. الكنيسة مانا اوبشن بحياتنا، اتس ماست. مش اتس قبل الاكل، انا بدي اقدس قبل ما اكل وتروق وتغدى وتعشى، اذا بنعرف مزبوط شو دعوتنا. مش هناك رعايانا لازم تكون رعاية متكوكي دك. كل المسيحيين يجوا يقدسوا وهيك ما بيقدس، بيصير واحد يصلك مش معترف مثلا، من اول اربانتي ليه ما بتروح على القداس؟ بصيروا يخترعوا حجج. مش هناك كثير مهم يكون في جامعات، يكون في مش عم بحكي بس مع عن عائلة مارشال، المهم يكون في جروبات انا انتمي لها، يكون عندي انتماء، انا بنتمي لهالجماعة، انا هالجماعة بتصلي لي وبصلي لهم، بيسندوني وبسندهم، بس كون ضعيف بيحملوني، بس كون قوي بيحمل غيري. هاي الجماعة.